برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم جلسته، وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: فقد استهلت الجلسة أعمالها باستعراض ردود أصحاب السعادة الوزراء على الأسئلة النيابية التي تقدم بها أصحاب السعادة النواب حول السند القانوني لإلغاء أو تجميد طلبات الإسكان للصادر بحقهم أحكام بالحبس أو السجن، والبرنامج الزمني لتنفيذ مشروع شرق سترة الإسكانية الجديد بشكل نهائي، ومعايير واشتراطات منح الزوايا المجاورة للوحدات الإسكانية في مدينة حمد، وإجمالي مصروفات غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ شهر إبريل 2018 حتى الآن، والمهام التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك ودورها في توعية وتثقيف المستهلكين. فيما يتعلق ببند المشاريع بقوانين، فقد وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. ووافق المجلس أيضا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. بداية كان هناك 5 أسئلة لسعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة وسعادة وزير الإسكان، أجابوا على الأسئلة الموجهة لهم. ثم تطرقنا إلى مشاريع القوانين. المشروع الأول كان قانون بتعديل قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية، وأقر المجلس مشكورا هذا المشروع القانون مقدم للحكومة. بعدها كان عندنا مشروعين قانونيين مصاغين بناء على اقتراحات بقوانين من مجلس النواب نفسه، بالنسبة لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وأقر المجلس أيضا، وأيضا تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي. الوزارة تعمل وفق منظومة حكومية، وإن كان إحنا نمارس أعلى درجة من المرونة في سبيل أن يتم منح المواطن الزاوية القريبة من بيته لأجل التوسع المستقبلي. طبعا وردت 3 أسئلة من 3 نواب، وتعكس حقيقة مدى حرص المجلس على الملف الإسكاني ومتابعتهم للملف الإسكاني وما يدور في الملف الإسكاني. تم اليوم تمرير التعديل على قانون البنك المصرفي لسنة 2006 بالتعديلات اللي وردت للمجلس النواب، وكان الهدف من هذه التعديلات اللي هو تقوية التشريعات والرقابة على البنوك والمزودين والمستفيدين منها، وكذلك معالجة شق البنوك الإسلامية اللي كانت غير موجودة. بخصوص غرفة تجارة وصناعة البحرين والمبالغ اللي تم فيها السفرات، طبعا هذه المبالغ بلا شك إن هي حق لدعم صغار التجار، كانت تستخدم بشكل غير دقيق أو غير صحيح، وللأمانة أيضا كانت إجابات غير مستوفية الشروط، وتمت مناقشة هذا الموضوع مع سعادة الوزير وطرح أفكارنا وطرح الممكن الإيجابيات اللي ممكن تعمل من خلالها الغرفة في مصلحة دعم صغار التجار المتعثرين. طرح الرعاية للمرأة الحاضنة لأولادها اللي هو يطبق في شكل 2 سنة في القطاع العام، ولا احنا نطلب تعديل تشريع عليه انه يطبق ايضا 2 سنة في القطاع الخاص. طبعا اللي قاعد يصير الان انه قاعد يطبق لمدة 6 شهور في اول سنة ولمدة 1 سنة في القطاع الخاص، واحنا هذا مبدئيا كسلطة تشريعية نرفض انه يكون في تفريق بين المرأة العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص. في النهاية كلهم بحرينيات، ابنائهم الرضع كلهم بحرينيين.